مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بنا. دقيق 1 كوب 150 غرام، سميد ناعم نصف كوب 75 غرام، خميرة جافة نصف معلقة صغيرة 3 غرام، نشا الذرة معلقة كبيرة 15 غرام، قليل من الملح تقريبا 1 غرام، زيت 2 معلقة 40 غرام، معلقة صغيرة سكر 10 غرام، ماء دافئ نص كوب 100 غرام أو 100 ملي، عجن جيد من 3 دقائق إلى 5 دقائق. نتركها ترتاح تقريبا 10 دقائق. هذه الشيرة، ماء 250 غرام تقريبا 2 كوب ونص، سكر 500 غرام تقريبا 2 كوب وربع 2 كوب ونص. تقليب جيد. نوضع قطعة الليمون عند الغليان، نغلق الوعاء وننتظر 8 دقائق، وهيك بتكون جاهزة. بعد ما ارتاحت العجنة 10 دقائق بنقسمها لقطع صغيرة، بنمدها وبنقسمها قطع صغيرة كيف انتو حابين حجم القطعة. نستخدم اي شيء موجود عندنا في البيت، مبشرة، صباية، تبعت قلاية البطاطا، مسكة قلاية البطاطا، اي شيء متوفر في البيت بنستخدمه، بس فقط نعمل منصر، نضغط عليها وبنلفها، هذا كل شيء. نضغط وبنلفها، تعمل الشكل اللي انتو حابينه. الموضوع بسيط، اي شيء متوفر تستخدموه، ممكن نستخدم هذه كمان المصفاية، نضغط عليها ونلفها، الموضوع كتير سهل. وبنلفها وبنحمي الزيت تقريبا الحرارة تكون متوسطة، مش لازم الحرارة تكون عالية. نترك العجنة ترتاح 10 دقائق وبنحمي الزيت تكون حرارة متوسطة، مش لازم تكون حرارة عالية عشان يستوي من الداخل كويس. ننتظر عليه بالراحة، بنقلبه وهيك تقريبا جاهز. نوضعه بالعسل البارد تقريبا 5 دقائق حسب انتو كيف حابين يكون حلو، كل ما طول كل ما دخل العسل فيه اكتر. اهم شي الحرارة تكون حرارة الزيت تكون منخفضة وسط، وياخد تقريبا 5 دقائق في المقلة او اقل او اكتر حسب. وهذا كل شيء، نوضع بالعسل تقريبا 5 دقائق او كيف انتو حابين يكون العسل تبعه، زيادة او نقصان. وهيك بنقدمه. صحة والف عافية، كل عام بخير ورمضان كريم.
انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم ومع السلامة.